لا تقدر تلون اي شيء في البار الالوي مثل البطاريه ونسبه البطاريه وهذا واي شيء في البار الالوي مثل الواي فاي والوايرلس، يعني تلون باللون اللي يناسبك، تضيف اسمك هنا في اسمك في يعني اذا كان يعني اتصالات شركه الشريحه اسم الشركه الشريحه تقدر تحصل تبدل باسمك. الناس بتشوف انا كتبت مهندس هيفون، تقدر تضيف اي كيبورد الواتساب او كيبورد دردشه، شوف الكيبورد هذا راح يغير اللون من احمر الى ازرق، من ازرق الى اصفر، من اصفر الى اخضر، من خرافي يعني يلون تلقائيا يتغير الالوان، يعني راح يعطيك دارك مود في الكيبورد وايضا يتغير الالوان تلقائيا. يضيف لك هذا الماي، هذا يعني مياه في شاشه جهازك، شوفوا يعني المياه يتحرك مع تحريك الهاتف، شوفوا يغير الوان كل شيء في جهازك. اذا نروح للاعدادات، شوفوا نروح للاعدادات، هذا الاعدادات شوف كل الاعدادات راح تغير لونها بالوان مختلفه، واي فاي لون، بلوتوث لون، كل التطبيقات لون شوفوا. وايضا غير هذا طبعا كل شيء في الهاتف التطبيقات والاعدادات في كل التطبيقات راح يتغير اللون. ايضا اذا نفتح الارقام اذا تريد تتصل بتلاقي ارقام ملون بهذا الشكل ايضا هنا شوفوا.